في عندي توليد للطاقة الكهربائية. بنقيس احنا التوليد للطاقة الكهربائية بالوات. فعندنا طبعا احنا بنقول في عندي هون باور بلانت. ايه؟ ومشبوكة مع مع الجريد. هي هون الجريد. وفي عندي باور بلانت بي، واحتمال حتى هذول موجودين مناطق جغرافية مختلفة، ما بعرف. يعني السمرة مثلا، السمرة مثلا ومحطة الحسين الحرارية، بعرف شو العقبة. وعندي هون هاي، هذه راح اسميها، هذه عندي يونت، عفوا هذه يونت واحد، يونت اثنين، يونت ثلاثة، أربعة. يمكن هاي تكون منطقة صغيرة لأنه الأرقام اللي موجودة هون صغيرة من ناحية الميجا وات. يونت واحد الكباسيتي تبعتها 20 ميجا وات. قديش الديماند في الأردن يوصل؟ مين بيعرف؟ 2400. قديش؟ 2400 ايش؟ ميجا وات. ممكن يوصل اظن الطاقه الموجوده في الاردن لحد 3000، لحد 3000 ميجا وات، اللي هي 3 جيجا وات. فعندنا هذه تعتبر نسبيا صغيره، يعني يمكن مدينه صغيره مثلا بهذه القدرات اللي موجوده هون. عندي هون 15 ميجا وات، 35 ميجا وات، عندي هون 40 ميجا وات. وهلا مثلا لما بضيفوا سولر، هلا في سولر مثلا في منطقه معان بضيفوه، عاده يونت تقريبا 50 ميجا وات، تكون فيلد هيك ضخم مساحه وفيها عدد كبير جدا من البليت، بضيفهم بيونتس 50 100 150 ميجا وات. هاي بتقدر تضيفها للسيستم، وطبعا هذول بنشبكهم ان بارلل، مش هيك؟ على السيستم بنشبكوا ان بارلل على السيستم فبغذوا. صار عندي هاي ثلاثه، اربعه، خمسه هون اللي هي 15 ميجا وات. شايفين هذول كيف مش متساويين؟ زي الريسبشنست، مش متساويين هذا. في بدي اخذ يعني اعتبارنا هذول قيمهم مش متساويه. وبعدين عندي 6 15 ميجا وات، يونت 6 15 ميجا وات، وطلع عندي اخر شيء يونت 7 10 ميجا وات. هذول لازم اعملهم صيانه، ما بقدر اعملها صيانه. هلا احيانا الصيانه ممكن تنعمل والسيستم شغال، بس في كثير من الحالات بدي اضطر اطفي السيستم. مضبوط، بدي افصل هذا السيستم عن الجريد وابدا اشتغل عليه. واذا بديت الصيانه ما بقدر اوقفها وارجعه وبعدين ارد اكمل مره ثانيه. اذا بديت الصيانه بدي اكملها. زي ايش الصيانه ممكن تكون؟ يعني ممكن في عندي الجنريتر الكبير هذا اللي موجود هون في عليه بيرنج، البيرنج هاي بدها تطلع صوت، ومبين المهندس المسؤول بقول هاي البيرنج اذا تركناها وضلت تلف بهذا الشكل بالاخر رح تخرب. فانا بدي اعملها بلاند مينتنس، بلاند مينتنس مخطط انا للمينتنس، فلازم نعملها شت داون، لازم نسكرها مثلا لمده اسبوع. هلا اذا فكيت الجنريتر الكبير ما بقدر ارجعها قبل ما اكمل، مزبوط؟ فلازم المينتنس هاي كونسترينت، لازم المينتنس يكون كامل. يعني اذا بدي اسبوعين مثلا ما بقدر اعمل اسبوع واشغله بعدين ارد ارجع مره ثانيه الاسبوع، بدي الاسبوعين هذول يكونوا متصلين، اطفي السيستم افصله على النت. وخلال الفتره هاي ايش لازم يعملوا السته الثانيات؟ لازم يكونوا قادرين انهم يكون في ديماند. هلا الديماند موجود عندي، هي الديماند زي نفس الديماند، الديماند مش متساوي في البيريودز هاي. فالبيريودز اللي موجوده هون هلا ما بنعرف، ما حدد لي بالسؤال هو شو البيريودز، بس ممكن البيريودز تكون مثلا ايام، ممكن تكون ساعات، مثلا ممكن تكون ثلاث ساعات كل بيريود. هو سماها بيريود وسماهم بيريود واحد، بيريود اثنين، بيريود ثلاثه، وهدول كونسكتيف، في ارتباط بين واحد واثنين، واحد بيجي اثنين بيجي بعد واحد. فما بقدر اعمل الصيانه اذا بدي تو بيريودز، ما بقدر اعمل صيانه واحد وثلاثه ليونت، بدها تكون يا واحد واثنين يا اثنين وثلاثة يا ثلاثة أربعة. هلا ما بنعرف احنا أربعة بترجع واحد، ما بنعرف. احنا مضطرين نقول مثلا اليونت الأولى هاي بدها صيانة أسبوعين، طبيعتها ضخمة وبدها شغل كثير، فبدها أسبوعين. فيا إما بعملها واحد واثنين، يا بعملها باثنين وثلاثة، يا بعملها بثلاثة وأربعة. ما في شيء اسمه واحد وأربعة as far as we know. احنا ما بنعرفش المسألة، بس اللي فاهمين المسألة ما في اسمه، يعني فيش واحد برد بيكمل هون واحد لأربعة. هلا الديماند، هاي الديماند، الديماند اللي هو طلب بالميجا وات لهاي، يمكن تكون هاي مدينة صغيرة. عندي هون 80 ميجا وات، خلينا نشوف هاي من 80. لو حطينا هذه هون تقريبا 60، هاي 70، هاي 80، وهي 90. الديماند بالفترة الأولى 80، بعدين بالفترة الثانية 90، هاي 90، هاي 80، بعدين الديماند هون 65، بعدين الديماند هون 70.
إذا أنا بدي أضمن إنه في أي فترة من الفترات هاي ما يكون عندي ما أسكر عدد من اليونتس بحيث إنه يصير هذا الديماند، يعني هذا الديماند الثمانين لازم يزودوني في مجموعة من هدول. بس كمان الفتنس تبعتي قديش أنا عندي ريزيرف. إيش يعني ريزيرف؟ يعني لو عندي أنا 80 من هون بدي يكون عندي أعلى ريزيرف، الريزيرف اللي هي الهامش، قديش عندي هامش زيادة، لأن ما بعرف شو بيصير. أنا مزبوط متوقع 80، بس هل في إشي بضمن لي لما تطلعش لخمسة وثمانين فجأة؟ فإيش عندي؟ بدي يكون عندي هامش. الفتنس هي أصغر هامش موجود عندي هون في الفترة هاي. هلا رح نشوفه بالضبط نفهمه بشكل أحسن. إذا هاي الديماند، هاي المطلوب مني، مطلوب مني إني أحقق أولد أو أزود بالفترة هاي 80، بالفترة الأولى 80، بالفترة الثانية 90، 65، 70. هلا هذه بدها 2 periods للمينتنس، وهاي كمان بدها 2 periods للمينتنس، لكن هدول كلهم الثانيات بدهم 1 period لسبب لتعقيدهم، أو ممكن المسألة اللي موجودة أو المشكلة اللي موجودة أخف. هلا شوفوا هون ميزة البلانت مينتنس. إيش ميزة البلانت مينتنس على الأمبلانت؟ ليش أحسن إني أعمل بلانت مينتنس؟ احنا قادرين نقدر نحل المشكله تمام، ومعي وقت، معي وقت. يعني لما بقول انا هاي المشكله هلا بدها اتنشن، بس مش شرط اعملها الان، ممكن اعملها بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثه. لكن لو السيستم فشل امتى لازم اعملها؟ الان. اوكي، هاي اهميه البلاند اجينست امبلاند مينتنس. امبلاند مينتنس انه السيستم بتعطل وبدي اروح اصلحه، فما عنديش خيار اني اخليه. بس البلاند مينتنس اذا انا بقدر اتنبأ ايمتى المشكله راح تصير مسبقا، بقدر اخطط اموري بحيث انه اعمل المساله هاي بوقت يناسبني. فبقدر ففي معي فراغ، في عندي مشكله معينه او في عندي صيانه معينه وبدي اعمل الصيانه هاي بفتره محدده. هاي ها 1 بيريود، هذا 1 بيريود، وهذا 1 بيريود، وهذا 1 بيريود. هلا لو جمعت هدول كلهم قديش بيطلعوا معي؟ مش معي عندي 20 و15 35 و35 70 70 و40 110 و15 125 و150 140 و10. انا عندي 150 التوتال. انا قديش مطلوب مني ماكسيمم هون؟ 90 اذا في معي فراغ. بس كمان انا ما بدي اطفي، بدي احاول اطفي بحيث انه يكون عندي مينيمم. ومسموح لي هلا اعمل الصيانه باي وحده من هدول البيريدز الاربعه. المهم اني اخلص خلال الاربع بيرز، اخلص صيانه لكل هدول. هذه بدي اسكرها اسبوع، مش يعني بعرفش هي اسبوع، هي حسب البيريد، بيريد وهاي بيريد وهاي بيريد، هدول وهدول التنتين تو بيريدز. والتو بيريدز لازم يكونوا كونسيكتيف، لازم يكونوا متجاورات او كونسيكتيف ورا بعض، لازم يصيروا التنتين متجاورات. اذا هي تعريف المساله، لسه احنا ما فكرنا بالحل ولا شيء، بس هي تعريف المساله. الان هلا بدنا نيجي نقول امتى اعمل اثنين. هلا اعمل مثلا اليونت الاولى امتى بقدر اعملها؟ بقدر اعملها بالبيريد الاولى والثاني، مزبوط؟ او ايه ممكن اعملها بالثاني والثالثه او بالثالثه والرابعه، بس ما فيش عندي اوبشنز ثانيه. لكن اليونت السابعه امتى بقدر اعملها؟ بدها بيريد واحده، فممكن اعملها بالبيريد الاولى واشغلها بالثاني والثالثه والرابعه، ممكن اشغلها بالاولى واعملها صيانه بالثانيه والثالثه والرابعه تشتغل، او الثالثه او الرابعه. فكم اوبشن عندي لليونت هاي؟ اربعه. لا لهاي اربعه، وهي أربعة وهي أربعة وهي أربعة وهي أربعة، لكن هون ما عنديش غير ثلاث أوبشنز، يا بعملها واحد واثنين، يا اثنين وثلاثة، يا ثلاثة وأربعة. أوكي؟